عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنعمل مع بعض النهارده لحمه الراس بالصوص، حلو كده يعني، جديد من التسبيك والكلام ده، يعني هنسبكه بس بطريقه اخف يعني، وهيبقى طعمه حلو قوي وسريع جدا معانا، وهتاكلوا كل قطعه فيها تمام، يعني مش هسيبه حته منه لان هيبقى طعمه لذيذ كده وخفيف وحلو قوي. طبعا احنا عارفين ان لحمه الراس بتبقى طعمها حلو بس بتبقى تقيله شويه، فالطريقه دي هتخليها معانا حلو. اول حاجه طبعا لازم هنغسلها، نجيبها من عند الجزار، هنغسلها كويس جدا وهننقعها في ميه وخل وملح زي نص ساعه او ساعه كده على قد ما نقدر، عشان تطلع كل الشعر والحاجات اللي تبقى فيها دي لازقه تمام. وهنغسلها كويس، انا كده حطيتها في ميه اهو وهسيبها زي نص ساعه كده، وبعد كده هشطفها واحاول ان انا اشيل الحاجات اللي فيها بايدي كده عشان بتبقى لازقه جامد. وطبعا هنسلقها بالطريقه بتاعتنا العاديه، هنحط ميه تسخن وبعدين هنسقط فيها اللحمه، ونحط ورق رولي وحبهان واي توابل احنا عايزينها. حطيت في صينيه كده، حطيت بصلايه كبيره شرايح قطعتها تمام، وادي اللحمه اتسلقت اهي وطلعتها وخليتها تتصفى كمان من الميه اللي فيها تمام. وهنسقط فيها لحمه الراس كده زي ما انتم شايفين متقطعه هي قطع، وهنشوحها كده معاها شويه، مش هنخليها تحمر لا، هنشوحها بس. وبعدين هنحط الطماطم المتقطعه ومعلقه صلصه كبيره تمام، وهنقلبهم في بعض. وبعدين هنحط التوابل بتاعتها، ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره، ولو مستكه او اي حاجه انتوا عايزين تحطوها برضو تبقى حلوه تمام. وهحط كوبايه ميه، مش هحط اكتر من كده علشان هي هتنزل لسه ميه معانا تمام. وبعد ما تغلي غلوتين ثلاثه كده بنوطي عليها النار ونسيبها تستوي خالص مع نفسها تمام. وبس كده تمام، ادي الشكل النهائي. وريحتها بجد كانت خرافه وطعمها حلو جدا، لان لحمه الراس بتبقى طريه فبتدوب كده في البق، وبتبقى حلوه وملبسه كده، بتبقى بجد خطيره. غير طبعا اللسان، حته اللسان وحتت يعني حلويات بتبقى فيها، طبعا لحمة الراس بتبقى مشكلة مش من الراس بس، فبتبقى حلوة قوي واكلة مية مية يعني، اكلة الناس الجامدة يعني، الناس اللي المزاجية اللي مزاجهم عالي. وبالهنا والشفا، ويا رب الفيديو عجبكم، ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتعليق. باي باي.